مرحبا بكم. تصفيق على الفيولونيست ماسكي سيف الدين. ماسكي أما يعطي اسمه. ماسكي أما يعطي اسمه. سيف الدين شوشين. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. صادق جيبوا له كمانجا. جيبوا له زكرة مزود. جبنا له شوكولاتة. مرحبا بكم على فكرة في اضحك معنا. في سهرية نهار الثلاثة على قناة التاسعة. يلا دي جي رجعنا تو للجو نتاعنا. دي جي نحب تصفيقة كبيرة على صادق حلواس. مانا العمارة. نعيمة الجاني. مجد بالغيث. لبنى ستيري. أحمد لندلسي. الشيخ عربي والشيد لي عرفاوي. مرحبا مرحبا مرحبا. أهلا وسهلا بكم. كما شفتوا كما شفتوا معناتها فما ديكوراسيون فما جو معناتها خاطر ليمات هذه معناتها بعد نهارين عيد حب وكذا ونحتفلوا بالحب مش نحتفلوا يعني مناسبه لا معناتها نستغلوا الفرصه باش نحبوا بعضنا ونحكيوا على الحب وكذا وفازات. صادق تفضل. اول حاجه انا حبيت نحيي الجمهور. البارح خرجت سهريه حلوه ياسر. روح الاربع نتاع الصباح وجابك. اي والله تبارك الله عليه. كثرولها البارح كثرولها. كثرولها زادة. قال لك سهروا للاربع من بعد تعداوا صحفة البلابي عند ابو احمد وروح. خدموا تبارك الله. تصفيق عليهم. تصفيق عليهم. جيست بركة حبيت نقول تو انت بجدك معناتها في العمر هذا عامل حلقة هكا معناتها حلقة خاصة على الحب. شنو في العمر هذا؟ معناتها تحس روحك معناتها نعرفش تحس روحك تربيت في عائلتك على الحب معناتها انا خاطر في عائلتي مثلا بابا المره الوحيده اللي قال فيها امي نحبك طيب لي جلبانه قالها. نحبك ثلاثه نقاط. طيب لي جلبانه حاره هكا موسوسه كل شيء. احنا ما تربيناش على الحب بالحق نوفل تو بالحق الاولاد بالرسمي تو في ديارك ما تسمع ابوك يقول لامك نحبك كل يوم. انا اخويا نوفل الحقيقه معناتها ملوعات على الدنيا معناتها الرا مثلا كان امي تبات في بيت النوم وبابي بات في بيت الصال. بالحق يعني امك حتى مره ما باتت في بيت النوم؟ لا امي هي اللي تبات في بيت النوم وبابي بات في بيت الصال. معناتها بوك حتى مره ما بات في بيت النوم؟ لا بابي بات في بيت النوم امي تخرج بات في الصال. بالحق تو كيفاش معناها؟ يا صادق شنو هو؟ انت ولد شكون؟ كان ولاداته لحظة ملي جيت انا لحظة تقابلوا مرة في الكلوار. اسمعني بالله بالرسمي شادي بالحق ماك تحوس انت عمرك شريت هكا تو كي تسافر ترى مثلا كوبلوات يبوسها يحملها يعنقها يشدها من يده في تونس يبدو يمشي تقول مش مع بعضهم تلف كل واحد تلف على روحه. اي وتقول له معلم برس امك انت مثلا علاش عمرك ما بست مثلا مرتك في الشارع يقول لك عيب قدام العباد اما كي يشد يفضخها. مش عيب جمله. اي فهمت معناتها علاش فما حاجات في الحقيقه قد كارنا. اي كارنا ما تعملنا حس على حاجه اخرى وانت بس راك كبرت عيد حب. يا قنوش يا قنوش اما نوفل راهو الحب معناها متجذر في عند العرب معناها تعرف اللي فما قصص حب كبيره في العرب عند العرب. لا استنى ساعة قبل استنى قيس وليلى عنتر وعبلة ولادة وابن زيدون. شكون؟ ولادة وابن زيدون في الوقت اللي قال قالها إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا والأفق طلق ومرأة الأرض قد راق. لا عاد أنت المرة فاتت خليتك البحث الموسيقي باش نسمح لك تكمل تفزد هالحضور بالشعر العربي. لا كان حب عذري مكثر كان حب عذري كما في برشا هريسة. كثير عزة اللي كثير هو كثير وعزة لكن تلمو اللي حبه سموه كثير عزة.
كنية باسمها، فهمت معناها ولا؟ يا إلهي الله الله الله. وتكتبت كتب كبيرة كما طوق الحمامة لابن حزم في الألفة والألاف صحيتك. وقال الحب أعزك الله أوله هزل وآخره جد. ساعات تجي تلعب تحصل لك ولا يا شادي؟ أوله أضحك معنا وآخره عندي منقلب. معناتها يا شادي رد بالك تحصل بكم تحصل. نأخذ برميزة كلمة صغيرة ونختم. أنه في ابن حزم في طوق الحمامة اللي كتبها عمل عدة أبواب، وفما باب معناه حكى فيه كيفاش المحب يتغير فجأة، كان مسخ يولي نظيف، كان مشحاح يولي كريم سخي. يولي سخي، كان قبيح يولي كان قبيح يولي يتجمل. معناها بالحق فما حاجات محلاهم في ماهية الحب حكى عليهم ابن حزم. شكرا لك، والآن نمر من الوطنية الثانية القناة التاسعة، نرجع لأضحك معنا. مجد نحوالك يا مجد. الحمد لله يا أخوي، طقت بالبابيون مش هي بيدها اللي بسها سادقة. والله ضحكوني أنا أحمد وشادي وسادة. شبيهم؟ مازالت رجال تلبس كوستيم. ما في بالوش لابسه. هذا مش بس. هذا لابس ما اسمهش كوستيم، اسمه سموكينج. سموكينج. منال. ما قلت لهش عادة لحظة منال مبروك. أنا ما قلتهش حيبة تبدل. ما حلي شعرها تويني هبل صبغته وكتل. بالحق فم النهار نجم ونعرف شعر كان ومني تحياتي يعني نجم يشد هذا ليه يرد بيدك. معناتها مثلا واحد يحبك مثلا يحب يقول فيك قصيدة الشعر والأذن وكذا، جمعة جاي تجي تفسدك القصيدة. فما واحد ويت البارح جاي يحكي عليا لشكون يا أخي نسي اسمي، قال له كلي تبدل شعرها كل جمعة. كذي كمان مش عارف مش فما قبل ما ينبروا علينا برابي خلينا نجاوبوهم من توا باش من بعد النبره يلقاو اجابه ديريكت في الاميسيون. هكا جماعه نتاع كيفاش تحتفلوا بسان فالونتان وماهوش نتاعنا وعيد الحب ماهوش نتاعنا ونتاع لي زيترونجي واحنا ما عندناش في التقاليد نتاعنا عيد الحب اكسيتيرا، راهو نحنا واعين اللي هي عيد اللي هو عيد تجاري بحت، وذيك علاش نعملوا فيه برشا بروموسيونات وبرشا فازيت وانتم زيد نبدل لكم هكا ديكور وكل شيء. دونك ريبونس من الاول باش من بعد ما تقولوا الناس راهو مش نتاعنا العيد. واضح لا نتاعنا بالحب خير نعيدوا من خنيفري. سامحني نتاعنا والله محبه. ارجع الوطنيه 8 من الزيتونه. من عيد الزيتونه الى الوطنيه 8 نعم محليك ملمه بكل القنوات الحمد لله. يلا ابعثوا على 85 980 تحبوا تربحوا مليون في اخر الحصه. بار كونتر جدوله انت موالف بالسان فالونتان تعمل دي 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 ديني موالف ديني وبشانديل وفازيت هكا موالف بالسان فالونتان ويمثل لي اسمه سان فالونتان يمثل لي من احلى ذكريات حياتي، خاطر ديما كل ما نعمل ديني وشانديل حاسين بشانجلولي الكهرباء نمشي نتعشى نفطر حاجه عندي شانجلولي سميته ديني وشانديل. برافو. سنيش نحوالك صباح الحمد لله. سنة شنو يعني لك الحب في حياتك؟ برشا حاجات. ميرسي سنة أحمد. كل شيء هو أنواع الحب، فما الحب معناها حب حب البوح حب بوك حب أمك حب صغارك. أمي باش تبدا تنظر تبع زيتون أنا زيتون. برافي مش الشاد اللي كيما كالدب الكبيرة اللي فيه زمارة اللي تنزل عليها تعمل أي لاف يو تجربها. ترا 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 تقولها زعما جدولة أي لاف يو مخنوق أي لاف يو سو ماتش أي لاف يو جيعان أي لاف يو. لا لازم جملة أخرى أنا جيعان. يلا الآن نبدأ بالفقرة الأولى مع ملك الحب. عنا أوبيريت على الحب عالمية شوي آخر. ملك الحب رمزي هل تعلم؟ مرحبا بك رمزي. شنو احوالك؟
الحمد لله. صباح. اليوم ماكش باش تعمل لي حتى مشكله لا مع لبنى لا مع مناه لا مع حتى حد. اليوم عيد الحب، نحبوا بعضنا، نحبوا العباد كله. انا راني نورمال راني ما نجيش اليوم. علاه؟ ليه ما عند الواحد سبحان الله ما تعاون كامل يخدم عنده نهير ينجم يكون فيه خويا مع مرته مع حبيبته مع خطيبته. سبحان الله انا اليوم ما تجيت والله ما اخذت الخاطر. حبيت نعطيك معلومه، اليوم 3 لو مش 14. تيم انا تحكي الفتره كم عيد الحب يا اخوي، ما انا متلاش بمرتي 3-4 ايام. قبل 4 ايام يبدا متلاش. هاي ياسر مع خطيبته، ايش قالكم نجيبوا خطيبه رمزي هالتعالى؟ لو كان توصفها لنا خطيبتك. انا ذيك بالحق معناتها مع تبيت انا وياها. لا توصفها لنا، توصفها لنا. خلينا نحب نلمح الخاطر، ما نحبش نقول ديريكتومون مزيانه اقوى وحده في العالم، وانا راني ذيك حبيتها بالصحيح بالحق بالرسمي، لان ذيك وقت معي قبل وتوا، وانا نحبها ونهديها نبدي لها عمري كامل، لان اجمل نساء الدنيا. واحسن ما فما، وذيك مزيانه اكيد. ما ريتش بعد ما انا من بعدها في الزين ما ريتش. صحيح. وما مليت لي عيني حتى واحده من بعدها والله. برافو والله. ازين من منال. معناتها منال من غير ما تغشش، انا مراكش من بعدها. سامحني سامحني. ازين من نعيمه. انا مراهاش لا سناء ولبنى مراهاش من بعدها، انا كان هي الرا. ازين واحده في عيني. فيش وقفت معاك؟ كنت وقفت معايا من قبل، من انا نقرا من كنت تيديو. لا لا صرفت بالرسم وقت انا ما عنديش بالرسم، معناتها صرفت عليا. نستقبلوا نستقبلوا خطيبه رمزي هل تعلم؟ أبارمون الزملاء في العداد قالوا لي يظهر لي خطيبته مرضت جايب أمها ولا؟ لا لا. وقفت معاه يظهر لي ربيته بالصغرى. هذه هي أنا. مدام كبرته على يدك. إيه. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. الحب هذيك، الحب هذيك. أنا نحب إخلاص ووفاء. شوف نوف كبرتك وبعد قست عليه قعدت كيكة. جمالية القبيح هذه سما. وراي بيت معي حتى في مشروعي الفني، مشروعي الثقافي في البحث نتاعي، زاد راي بيت معي في البحث الموسيقي. يغيروا منا، راهم يغيروا منا. لو كان يغيروا منا احلى روحك والله. عايشك عايشك، يغيروا منا. لا مش انت نحكي على عليك، عايشك. نعيمة رجعت لذات الشباب، تسيبنا يا نعيمة. نعم تو هذه تجي خطيبته هكا حتى في بازر الطامع باش يورق ولا حاجه. هكا هكا نوف الحط لا نورق لحتى شيء تونسيه تسكن هنا في المروج، نحب نموت عليه. تلقاها عندها دار يعيشك هذاك مو هذاك مشارينا وبعد ما عندي شيء تكتشف هالتعلم. ما بعض بينيه ما بعض هالتعلم بينيه ما بعض هاي تراه ماشي لي هالتعلم. هالتعلم أنه يجب أن تتزوجيه غنيا، هو خاين خاين، تبكي في باريس خير ما تبكي في دار مكرية. هالتعلم أنه في عهد الحب يأتي يوم 14 فيفري وسان فالونتان يأتي له 14 فيفري. هل تعلم؟ هاي رمزي بدلت لنا حين. هل تعلم أنه الحب أنواع؟ حب شباب وحب ملوك. هل تعلم أنه في عيد الحب زوج السنة وفي بعضهم يا أخي بعضهم ما جاش؟ فوالا ميرسي ميرسي بالحق. معناتها أنا نحب نحييكم على قصة الحب هذه اللي أثبتت لنا بالحق أنه الحب أعمى. وي عصور الزيتون والغرنوق معناها. بارك الله فيك يا قصتي. يلا رمزي انت عصفور زيتون ما نسموش عليك وباش حضرنا لك حضرنا لك حضرنا لك كادو لخطيبتك في سان فالونتان من اهداء البرنامج باكو فيكس. شكرا شكرا شكرا. يلا ميرسي بوكو. يلا الحلقة اللي فاتت هذايا قالوا لي كيفاش يعمل لك كيكه يكبسك واحد وانت تسكت له، ومن بعد انا رخيت واحد ماشي مشكل محسوب باش يعمل لك خبان دي صادق. شوف صح انا اليوم شنو ننظف تصويرتي قدام العباد. ها؟ هاي سمعوا الكلام هذه نسبه متاكد.
يا دي برا صلى على النبي برا سبوا شي همك فيها راسي سد سبوا راسي سد بعد عليك شرب وسب سبوا راسي سد يا بطي يا اقرع زيد زيد يا ماسط كلمه ما كبان دي عاد بان ايجا ايجا ما تقصد ايجا صعب ايجا كلمه ايجا ايش كنت تقصد يا شاد اللي قدم قدم ايش كنت تقصد يا ليه انا تفهمنا مع سيدك فيش كون يقصد بوتي وماست واقرا يتكلم فيش كون يقصد يعني ايش صحيح في فمك انت برا برا شمك فيه شمك فيه سيدك صحيح مجد تلانتا قال شكون يستبنجي ميرسي سناء ميرسي والله سناء جسي فيغ دو توا حطينا جسي فيغ دو توا بلا تصفيق على سناء برسم لا سنة قالوا لي قالوا لي العباد تشكر سنة وتبارك الله عليك المرة اللي فاتت أم والله والله كيفاش قصيت عليك أي أي مش في وجهك بالرسم يا مش خاطر خدام معنا في التلفزة أما أقسم بالله أمس أتمنى كده فهمت ميرسي لا قيقة لا لا اسمع سنة لحظة لحظة بركة دقيقة فما جملة قلتها اش قلت له توا اش قلت له شبيك تستا شنو هذيك قلت له سي سي بون لقيت على شكون تستبنجي معناتها تعرف تستبنجي ما تعرفش المعشعش عليه ما بانجي تستبنجي بدقيقة باش نجاوبو واش يا ربي وندا بس بدا الفو با نو جوجي على حلقتين على المساطة استنى ما عندك مريت تجي البداية بالعكس قول له راني محلاني وكل انت حسيتي البداية جايتك المساطة في عقل اه سارة ما زلت عندك ما أكثر الحمد لله يا ربي الحمد لله يظهر لي دعوة شر واحد عمل برشا خايب في حياته ربي سامحك ولا انت سنة لابسة في الأحمر كيف هكا ربي نوب عليك بثور مسيب يشد جرتك يسالك محكومة محكومة بالإعدام على قليلنا عندي ثورة من تلاوي الشانت يلا أوبيريت عيد الحب على ذكر مجد وسناء أوبيريت عيد الحب نحب تحية المجد وسناء سفيان الداهش وليد وأروى هذه أوبيريت عيد الحب مهرًا مهرًا راح خسارة في عيد الحب خارج من دارة قاعد يستنى في توفلة يتمنى تحلى السنارة خاطب في البنات تتبادل في الكادوات وانا يا قلبي ممحون نتمنى صوحب شكون يا ولدي يزي علاش عامل فينا هكا تشتعمل بيه الحب انا فديت نحب نعرف طفله ونخوها ونعيش معاها الحب كيما يعيشوه بابا وامي كيما ابوك وامك اتفرج معنا في ابوك وامك جايد الحب وما هديت ليش كل عام تقولي ما عنديش كل عام توعدني بخرجه تفرهدني في الاخر ما نمشيش يا بنتي الحب مش بالخرجات لا لازم فلوس لك كادوات الوقت صعيب منين باش نجيب مصروف العشاوات حبنت شخلة عين حبنت شخلة عينة حبنت شخلة عين حبنت شخلة عينة في ديوني مبلع في ديوني مبلع عينة في ديوني مبلع في ديوني مبلع عينة قتلت لك اختاك بالحب اريد المشاكل معه المشاكل اذوكم مش من الحب اذك على خاطر بابا شبيه بابا بابا شبيه بوك بابا زوالي زوالي عايش دي مكاني كاش عنده فلوس يجري لها فيراري يحلي من فمي ياخو كادو لامي كاش عنده الباكو امي تنسى راكو Thank you.
عند الباكو لبنوك تسالو يعبي في الفلوس في ساكو عند المشاكل في حياتي مش لاقي وقت العايل حتى كان في الخير غادس شكون قال لك برضي مرض حتى الغنية بمشاكل اسمعني ربي يهديك وكانك ما تجم صدقنيها وتفرج بعينيك كل البنات بتحبك كل البنات حلوين وانت عدا مش ناقص وتلعب في العينين كل البنات بتحبك كل البنات حلوين وانت عدا مش ناقص وتلعب في العينين يا بنتي راك ملماني ما تعدي مش بالعاني هزيت راسي نلقاها وجات العين في العين وجات العين في العين حبت صلاح الغلطة قبل ما توصل لك طلقة تشيلي فيلا جديدة ونحب اعمل بيسين كل البنات بتحبك كل البنات حلوين وانت عدا مش ناقص وتلعب في العينين هاي تعرفش كيفاش من غير ما توصل الطلقة او انا باش نطلقك ليه امان بيرم ما تخلينيش مش عندك فيك خلي مش عندك فيك مش عندك فيك دوا واحد ويجيك بساكي دوا واحد ويجيك بساكي يا مهران فرج يا مهران او بفلوسه في عيد الحب روح غضبان عيد الحب روح غضبان بفلوس وروح غضبان بفلوس وروح غضبان بفلوس وروح غضبان ايش معناها؟ معناها زين ماكش باش تلقى الحب باش تقعد ديما وحيد يا ولدي خويا عندك وقت اخيرا قالها سأل على الوقت وقالها وانا قلبي 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 قلت له شني القام اللي كنت انا متروك غدوة نخطبك من بوك اذا تقبل تولي حبي وتعطيني نمروك سامحني خويا عندي شكون اطلق فيك اطلق فيك حبك تفوق عليك عطيت حالي ما حبيتش تسمع كلامي تحب عالحب تحب عالحب ما تنخح كم في الفوق عطيت حالي توا امشي من قدامي يا ناري ما تنخو يا ناري يا ناري لا هنشخو يا ناري لوكسيام سبيسياليست ديكوراسيون دوميستيك اي بروفيسيونيل يعطي الصحه على الديكور الحلو نعطيكم توا الحب بالارقام لانه الحب ليس مشاعر فقط يا نعيمه الحب هو ارقام احيانا نعم اجل قال لك 61% من البنات يتنرفزوا كي تجيهم ورده كادو 61 كهو اي هذا يدل انه فما كثير 61 كهو هذا يدل انه فما 39% بالمية تنجم تعديهم عليها هذا يدل اللي هما يكذبوا 39 الاخرين لا علاش ولا ما يجيهمش ورد جمله واحده ورده ديامون محلاه ورده ديامون اللي نسبه التنوفيق اكثر برشا من نسبه الحب معناها 51% ما يحبوش هذوما ينوفق خاطر حتى بلاش ورده لا لا هي في الاصل حتى كلمه حلوه مش ورده هي في الاصل راهي مش هكاك الكادو هو الكادو في الاصل هو يهدي لها ورده وهي تهدي له كتاب
انا في بيان سور سان فالونتان هذيك يعني احنا من بعد جينا كوميرسيال ولاد يحبوا فرده يحبوا سلسله روبه. اخر كتاب قريته منال اسباس ماري اماني لا هذاك الكتالوج مش كتاب لي فام فيان دو فينوس لي زوم فيان دو مارس. هذا أكبر مني الكتاب. لا مش أكبر منك. أما ذي الترجم في 61 لغة في العالم. على خاطر يفسر. أنت استنيت الترجم للبرتغالية باش قريته؟ لا استنيت الترجم للشنوة باش قريته. شكون لوتور مني؟ ولا انا قريته كي ترجم البرغولالية البرغولالية بالضبط. انت عشت ما يعبر عنها بالبرغل من اول نظره. من اول نظره خاصه البرغل بتاعها يعيشك وتحسن اخلاقك. تعرف البرغل بتاعها تو يحلوا فيه تعرف حلوا فيه في اوروبا الشماليه وباش يعملوا منه قنبله نوويه. على فكره يسالوا فيا العبيد بالحق ما تعرفش. طيب بالحق ما تعرفش. طيب تو نعملكم ترى عملكم قاعدين. لا 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 مش ليكم مش ليكم لا ثلاثة 73% من الرجال يهديوا لنساهم بارفانش. قولك نساهم صفر كرياتيفيتي. اما الرجال اللي يعملوها كف كيفين كيفين معناتها بالنسبه لكم. خلينا نكمل نحكي مع السلامه. مالا فكره مش نورمال بارفان قد يتعب مسكين يلوج على الاخر. ما انه سولمون جيب لك دبوزه بارفان زيد تنقط فيه. ما يجيبليش دبوزه بارفان. عمره ما كان عندي راجل يجيب لي دبوزه بارفان. اش تحبي جيب لك دبوزه شنو؟ هذيك دبوزه هذيك سلك انت جدولة. معناتها تحب الكرياتيفيتي ولا السوق؟ معناتها كرياتيفيتي ما سي ان كونسيبت تري بازيك باش تجيب بارفان. مثلا نمشي التصوير تكون نحطها مثلا في نجم يعمل هكا دي تخوك دو حتى في سطح البرغر دي تخوك دو فينا من البرغر. شنو مثلا تصويرتك في امبولا هاك وهاك ثلاثة تاع سمن يجيب بارفان. مش قلت كرياتيفيتي انت تتوقع تصويرتك في امبولا هاك الكرياتيفيتي نتاعي تصويرتك في امبولا هاك الكرياتيفيتي تصويرتك في امبولا. شنو مثلا اعطيني كرياتيفيتي مش انا باش نعطي الافكار مي اعمل بيتي جو دو سوبريز باغ اكزومبل كادو مثلا يقول لك يقول لك شيدي برا جيب لي قهوه من الكوزينه انت تمشي تحل البن تلقى مفتاح كهرباء يقول لك هذه البوكش نتاعك هكاك. انا عندي فكره اعطيني نمشي النابل نشريك الشربيه هذيك هاي باهية نشري شربيه ماهيش ملونه فهمتني ونرسم لها فهمتني هي نرسمك انت كيفاش طايب في البرود في البرود لبنى كملنا من البرغل لحظه لبنى شنو الكرياتيفيتي شنو السوربريز نجم تجيك كادو تفرح بها اشترى علوش بالحق لا لا اما هي قالت لك انا باش نقولوا على الكرياتيفيتي يلزم يتصرف كره باروز هذيك الكرياتيفيتي عندها حتى كره باروز معروفه بس لا كرياتيفيتي نوع نتاع بارفان نايمه. شنو السوربريز كادو سوربريز نجم يصير؟ ما اي حاجه بالحق معني اي حاجه تنجم فطور البرا مثلا كتاب روبه حلوه باك ورد حلو برشا مزيان دواره اي بوركو با شويه راس مسلي منال انا جو سوي بور البارفان بيرسوناليزي ريحه برغل مثلا لبنى عقلت فان قلت فانا برند ولي نعطيكم رقم اخر ترى نوفي فما واحد ساعه بيحكي لي قال لي خطيبته ديما يتسائل قال لي شبيه تجيب لي كام في البارفان قال لي يا راس العام بارفان عيد الحب بارفان في العيد بارفان عيد الشجرة في عيد البارفان قلت له ما فهمت شيء شنو بعد كي كمل لي قال لي جابت لي ديودوران قلت له ناتن انت ناتن هذاك علاه جبت البارفان اي جوست ما اف ما ربي المجد عندي سؤال لا من غير ما تسالني عليه بربي خلاص لا والله من غير ما تسالني مش تجاوب مش تجاوب امشي اسال اسال متكيف مازال نعيمه عندك تاش حمراء في مازال عملها للزيدك في البير هذيك انا قالوا عندك عندك تاش كعره اللي مش مري ولا كحل زيد قايم لك تاش حمراء بغيت اسال فيها قالت لي بالحق ويلي قلت لنعيمه
45%، شوفوا الرقم هذا تو باش نسأل الرجال، 45% من الرجال يحسوا رواحهم أوبليجي باش يهديوا كادو في عيد الحب، معناتها تقريبا اشتر الرجال يهديوا بالصيف عليهم، هذاك علاش ديما يهدي. دونك آخر وقت، دونك آخر وقت يا شوكولاتة يا برفان، فهمت علي سناء؟ شادلي تحس روحك أوبليجي أنت؟ أنا بالنسبة لي شادلي أحمد نرجع للشيخ. بالنسبة لي أنا عيد الحب هو عمل يومي، كل يوم عيد الحب والله برسمي سي كوتيديان، يعني كالعشرة كالمحبة القفة متاع التجمع دخلها في الحب، شو من عمل يومي والله برسمي كل يوم تحبني نضال، يعني الحب أنا بالنسبة لي كيفاش نضال كل يوم قوتك اليومي، تقوم عيني الصباح تحل عينيك على عيد الحب، كل يوم عيد حب بحكم أنت مناظر في الحب والحياة، فهمتني؟ فقط ونشكر اسمس اماني لا نسال فرجه لا لحظه لحظه تو نسال فرجه سامحني صادق حس روحك اوبليجي انت كيما تقول الدراسه اوبليجي يا خويا شايبك تحب نعمل انا زعما نحب كادو ومجد يهارب مني اي نقفوا ولا بالقاعد اقفوا اقفوا ترى اليوم نعيد عيد الحب اي وين نحبك وانت تحبني دونك باش تهديلي وكين خونك ميسالش نسامحك وكين نمشي نخطب واحد اخر مش مشكل نستناك لين تبطل منها المهم نسامحك وكين نضربك مش مشكل ضرب الحبيب زي اكل الزبيب اكل الزبيب لا حول ولا قوه الا بالله خش بك غدرتني بيه هذا عيد الحب كان جا في بالي راني اخي اليوم سبت ولا حد الاثنين مع بعضهم ليه اليوم اثنين باهي انت توا خذ قرار اي يا نشري لك كادو يا نعطيك تليفون اعطيني تليفونك 98 819 ما صرفت يلا قبل ما نكملوا معاكم عندنا حكايات كيفاش وفات باش نحكي لكم على قصص حب تونسيه ايبا انتم باش تدخلوا باش تقولوا في تونس يصير هكا حاجة فوق من الخيال حكايات باش نحكيهم بعد شوية ولكن قبل نشوفوا الراجل اللي روح مخر على مرته كيفاش وحل تحية للدهش تحية النعيمة الأروى الرمزي والوليد الزين شوفوا مع بعضنا ليفة يا حليلي يا حلوفة يا ساكنة في القلب أحلي ليفة يا ساكنة في القلب أبنت الشيخ ومك شيخة وحزامك عملت رخريخة هني بحبك يا حب برجليك في البتيخة يعطيك دودة يعطيك دودة يا حلي ليفة يا حلي ليفة اسمعني سمع شكون كنت تتكلم تخون فيا يا وحايد مش فيك يا مدام شكون تتكلم فيصل صاحبي فيصل فيصل صاحبك فيصل صاحبك تقولوا يا حلي ليفتي وعليا ومخك وين مشى تو الرجال الكل ولينا في القاع ونرمشوا مع بعضنا عبد الستار نعيط له يا قطوسي عبد الجبار نعيط له يا جبوري يا نسنوسي هكا نعملوا مع بعضنا تويكا تبارك الله عليكم ولا رجولي عليكم تعملوا سواري بيجاما وتعملوا ظفركم بالمانيكور صايب هنا هات شوف اخر نومرو الو يا بشومه يا قرومه يا سلبومه يا باي يا حاره نخطك نخطك انا حمام تمشي لما شدك مش عارف جيب السخون نغطسك مش عارف السخون يا فكاكي تشعب فكاكي عاتل فكاكي عاتل سامحني سي فايصل ما نسخي لك شريقة برو سامحني هكا ما ريتي ما هو لا ريتي كيفاش منها ديما تحشميني مع صحابي الرجال ديما تحشميني معهم سامحني سامحني يا سليمان بربي سامحني 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 قدش مني هذا سامحني الغيرة باش تقتلني سامحني سامحني بربي بربي يا سليمان سامحني يا مان سامحني سليمان وي انت مالا انت وين كنت شنو وين كنت كنت حضمي حنان الأبوين حنان الأم أمي نلقى السقف نتاعها مشقوق يقطر سديتو يعطيك الصحة ولا برافو عليك تعرفك نعرفك تحب والديك سامحني بربي سليمان أمي حبيبة أمي حبيبة مرحبا توحشتك مرحبا أنت وينك وينك
حبيبة وينك؟ هكا سليمان وليدي هكا هكا توا سنين ودهور ما صليتش على أمك، ربي يهديك وليدي. شنو؟ ما كانش بحذاك؟ مين كان بحذايا؟ هو من هارت اللي خذاك مازال زارني بلا بلا الشق اللي في السقف شكون اللي سدو؟ بنيتي شكون اللي سدو؟ ما سدو سليمان. يسلم فمك هاوني قالت لك يسدو سليمان بر يمينتي يشدك يصحك بدنك بر يرحم والديك بر ينورك ان شاء الله. يكذب يكذب يخايني بالغوت ولا تكذب ولا تكذب. تكلمك تكلم كنت حلفه مكن ربي كلمات تكلم. انت تخون فيها سليمان؟ انت تخون في مرتك اللي ما تحشمش؟ توا ذي مرات تتخين توا ذي ديامونت على حالها كريستال على حالها اي كريستال اللي جاري كريستال انت الله عليك وعلي ربيك تحشمش ليش نروح واسعي بالك يا حبيبة واسعي بالك يا حبيبة قال يلك مخور 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 يلك حبيب صاحبي في القهوة وانت ما تحبينيش نمشي القهوة هكا علاش حبيب اي كنت بحال الحبيب هكا في القهوة اه يا مغلق يا سليمان خويا حبيب السلامة خويا حبيب نفس الحبيب وينك يا سليمان عندك سر ما تجيش القهوة وينك شنو تروح رامينا تروح كارتا وينك انت واش خدك كنت حبيب في القهوة يا بنتي عنده الزهايمر عنده الزهايمر تو مش كنت بحبيك تو في القهوة شدها يا 10000 وراك انا عزمت على 10000 مستحيل واحترم روحك يا عايشة لا سي لا ما بيعزمت ب 10000 نعطيك 20 نعطيك 20 كان بحذانا في القهوة وشرب اللونجي ومسخ شبيب وين مسحتهم له ما كانش بحذانا ويخون فيك ويكذب عليك وبسلامة يا خاين يا غدار يا بايون قريئة يا خايب يا خايب لي ما تسأل أحبابك اللي حبونك تعرفي برشوليه بابش يجيب لك من الأخر وزيد أنا تعرفيني مسطرة ما عنديش الزيد وناقص راني تاع 2019 ما عادش عندي تزلبيت انا كنت بحب عمر في دار ونعملوا في تريح كارت يا سيدي كذاب بلعوت ما عادش نصدقك ما عادش نصدقك الحمد لله مش عمر طلع الله يبارك اهلا بنتي اهلا يا عزازه اهلا يا حنينه اهلا سلم لي على ابوك قال لك عم عمر شبيك عندك شهر ما جيتش بحذايا نعم بوك سلم لي على عمك عمر وقول والله لا تربحك اكزي ربي برك اسمعي وانا مش هاي وش ناخذك اذا كان الصدق ينجي الكذب انجا وجه باش نقول لك في الكنت باش نجيب لك من الاخر كنت بصراحه كنت عند السايغي حبيت نعمل لك شركه بمناسبة عيد الحب ما انتي ما صبرتش يستحي ما صبرتي ما صدقكش والله نصدقك والله نصدقك سليمان اش يستحي يا سي سليمان سي سليمان عسلامة ما دامش لحوالك لاباس عسلامة سي سليمان عسلامة سامحوني يا سي سليمان راك ما كملتليش هاك التسبقة نتاع الشركة اللي جيت تطلع فيها. هاو دليجي هذا. لا سامحني يا. سيجي. كنت بحذاك. كان بحذاك. كان بحذايا الليلة كاملة ونحن نختاروا في الشركة. سليمان. سليمان. علاش يا نزيهة؟ علاش ديما تشك فيا وانا عندي القلب اللي يحبك سامحني سامحني يا سليمان سامحني سامحني ما خيبني يا ربي ما خيبني يا ربي I love you I love you صلي على النبي سليمان صلي على النبي I love you ربي فضلكم لبعضكم فريمون سي توشون فريمون محليكم سامحني قبل ما نمشي اسم نجاتي اللي باش تكتبوا على البراسلي نجات بالتاء مفتوحه ولا مغلوقه هذاك علاش حبيت نسال مغلوقه باش تغلق على راسك شكوني نجات شكون نجات يا توفيق شبيك شبيك لاباس شبيك تغمز فيا لاباس ما هو خسيتها نجات المراه اللي جات معاك وخذيت لها برا مرا البراسلي اوصل البريسلي فما يا مرا شكون هذاك شكون ربيت
يا مدام باش تضرب طفيقه. لا 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 مبيتك في كلينك. اوف اوف يا مدام. بالواحد تو باش نحكي لكم قصص حب وكل واحد فيكم يقول لي حسب رايه كيفاش وفات. قصه حب بين زوز من المدرسه كبرت معاهم، كبروا وصلوا عرسوا بعد الجامعه الحمد لله امورهم فرهده، مشاو عداو شهر عسل في تايلاندا. كيفاش وفات قصه الحب هذه حسب رايك منال؟ جابوا 10 صغار في تايلاندا. علاش 10؟ خاطر يحبوا بعضهم برشا. في شر قتلك قربوا لمراه شكون يعرف كيفاش وفات القصه هذه؟ نصور تلقوا على خاطر شدته في سونتر دو مساج في تايلاندا. خاطر نعرف برشا هكا. اي اي لبنى كل واحد مشى ورق على روحه. لا هو مشى ورق في تايلاندا. قال لك عندها برغ الخايب. كيفاش وفات هذه ما تصدقوش؟ طلقوا على خاطر كيف وصلوا لتونس هو قص فيرست كلاس وقص لها ايكونوميك. جيعان جيعان لحظة معناتها هو طلع في الفيرست كلاس وخليها التالي ما في الايكونوميك. هيك هو مش هكا من اساسه مش ماشي لتايلاندا من اساسه مش شعب مش حاح ما يحسش فيرست كلاس. في شهر مش حاح هذه نتاع قليل تربية معناتها هو ومرته مش فهمتش معناتها حتى معناتها كان مش حاحرة وقص روحه وزاد اقل وقعد معاه. صحيح. ما يمكنش نجربوا لك حد مش حاحه ومرته. امشي ترى. اما مش باش نختار راجل في البلاتو باش نختار نعنوعة. نعنوع راجل وانت يا مرا يا مرا جبتك القضية بتاع الفطور. ترى نشوف. كل يوم بصل كل يوم فلفل كل يوم طماطم عيشة شكشوكة توازين هذايا الكل تاع شكشوكة. الحقيقة الحقيقة انت ماكش تاع شكشوكة ترى هذا انت بتاخذ بيزا. يا ربي يا ربي نحلم باش نهار هكا تجيب لي بارفان سيني ساك سيني كبوت سيني اي حاجة سيني وباش تطيح لك سنيك. ولا راني قاعدة فيها اقعد وحدك هاني مشيت. استنى استنى ما تمشيش ما تمشيش. لا 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 ماغي ما تبكي ودرا شنو الفاسيت هذاك الكل ما عادش نصدقهم نعرفك مش حاح مش حاح تقعد مش حاح. ميرسي 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 محلاها نايف. يلا شوفوا مع بعضهم القصة اللي بعد. علاقة حب بيناتهم قعدت أكثر من 7 سنين وعملوا عرس يحلموا به الزوز. كيفاش وفات الحكاية هذه حسب رأيك يا لبنى؟ تبلبزت في العرس. تبلبزت كيفاش تبلبزت يا شادلي؟ خوها عنده بونتو براجلها. بالرسمي بالرسمي جاء في حالة يرثى لها يعني شرب الكحول وهبطوا من التصديرة واعطاه زوز دماغات فهمتني وتفرفش العرس. سي بون راه جابوا لهم العروسة لحمة مشحمة شوي. لا يجيبوا لها برغل. هو حسب رايك نعيمة نتصور الصرف هو قالوا له هات باش نعملوا احنا الحلو اعطاه الفلوس باش يعملوا الحلو يا اخي البقلاوه جات ماسطه ومحروقه. قربت شويه احمد نتصور تعارك العروس تعارك مع ام العروسه وعطاها زوج كفوف باهين هيك هو الام والطفله قتلها كيفاش يخرج. لا انا ما نفهمش في السياسه. تعاركوا ليله العرس خاطر امها حبت تتصور معاهم وحدها. نحكي لك حكايه من الواقع. الراجل جاي باش يهز مرته ولا بالحق ينوف خرج بولا عروسه يلقاها كرهبه متواضعه. قال له برا امشي شوف كرهبه اخرى. قال له هديك والله العظيم راني معاتها مش حكايه فلوس دبرت فلوس اما لقيتش كرهبه نكريها على غالب معناتها ما نجمت نجيب كان الكرهبه هذه. قال له انا بنتي ما تهزهاش في الكرهبه هذه برا شوف لها يا بيام يا شوف. الراجل دار 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 عاود رجع 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 ما لقاش ما دبرش معناتها.
قال له يا ودي رجع له بنفس الكهرباء يا ودي قال له اعطيني مرتي يا دي قال له يا ودي ما تفهمش بنتي مت والله نحكي معك بالرسم بنتي قال له ما تخرجش الا في كهرباء كذا طلع شو مشى عمل الرجل جاء هزها بكهرباء الشرطه كاتب صديق خاطر كاتب صديق نحب مرتي هزة في كهرباء الشرطه واكل بوزوز خطوط يسوق وما شايفين وي وا وي وا والله العظيم لو رومانسيه ذي لو ياسر لو ياسر بالحق معناتها نخرج نسهرك في باقة تبدا فرحانه ميرسي ميرسي تعرف عليها وحبوا بعضهم وخطبها وبعد بطلوا الخطبه خاطر صاحبتها شافته مع طفل اخرى معناتها صاحبتها مشيت قالت لها راهو خطيبك مع طفل اخرى كيفاش وفات الحكايه حسب رايك لا انا هذوما كلاسيك على الاخر اون برانسيب ياخذ صاحبتها طول ياخذ صاحبتها كلاسيك معروفه ولا معروفه فوالا ياخذ صاحبتها طول هذيك هي عرس صاحبتها الصاحبه اللي فسدت القواده مشيت عرست بالخطيب موجود حبوا بعضهم في الخدمه وقعدوا عامين مع بعضهم من بعد مشى خطبها طلعوا كيفاش وفات حسب رايك هذه كان باش تطلعوا كيفاش وفات حاجه عمرك ما تتوقعها شاد لي كيفاش وفات مشى خطبها وهزلها في الموسم هكا بونوات اوكي برافو استني حسب رايك كيفاش وفات ما عنديش فكره ما عندكش فكره ميرسي منال كيفاش وفات جاب عارفه يخطب فيها لا رفضته في الخطبه خاطره كلا برشا بقلاوه وقالت هذا هروقي وجيعان وفضحني قدام البنات صحابي معناتها انت تتلكش عليه دبره شكون نقول لك ايوا انت تتلكش عليه نهار الخطبه حاجه بيزار يلا انزلوا بالحق راينا في اللي تصير الفازه ذي خاطر انا قبل كي كنت نمشي لدار عائله خطيبي وانا من طعم اللحمه اللي من مشمشها فهمت خشيت اللحمه نعملها على الطاوله والكل اخي عيطت لي امه على جنب قالت لي عايش بنتي يا تستوي روحك يا راه ما يساعدناش قلت لها اش عملت انا سخيل قالت لي شنو اللحمه تشد فيها بيدي تعمل في اللحمه باش يخرج المخ نعمل يوتي ونعمل نجبد في المخ ونعمل هكا على الطاوله اللي معانا في الحصه هكا تعمل شنو معانا هكا سامح لحظه ريتا ستوب ستوب شنو هذا لا ما تاكلش شيء منال هذيك اللحمه ليه انا سامحني انا ليك اللحمه بالهكا في دارنا مش في دار الناس دار الناس سكينه وفرشيتها تفين الراجل باش تاخذ لا مالكم باش يخرجوا اللحم الكل قعدت في العظام ما تاكل هي روحتي بها في الساك وما فتحتيناش بطلنا على خاطر اللحمة يعني يفك على باب انت كل مرة تحكي لي بطلنا بسبب لا 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 باش نحكي لك هي واحد بارك راه في بالك 20 انت واحد بارك عملت ما بطلت نفسه هي امه عملت لي رومارك على اللحمة يا اخي مرة مشيت انا وماو وامه وتعشينا في عرس فهمتني يا اخي انا ما كليتش حشمت فهمت نحن قاعدين ام وبجنبي وما من غادي وماما جبدت اللحمه من عبونه وقالت لي بكري ما كليتيش لحم في بابي مشوار لحظه قل لي وانت صغيره امك ما تمشيش العرس وتجيب لك البقلاوه في بابي مشوار لا يا اخي وين ما تروح يجي عاد منال احنا سامحني جيب لي المكارون تو يلمولها في البقلاوه نحكي لك قبل يا منال ما كانش المكارون في طفولتك 60 سنه التالي نقصد اي كان فما مكارون قبل اخر قصه باش نحكي لكم عليها وفات بطريقه غريبه جدا عاشوا قصه حب كبيره كانوا يتقابلوا كل يوم للنهار قعدوا في قهوه وطلع كيفاش وفات الحكايه رغم اللي عيشوا في قصه حب قعدوا في قهوه كيفاش وفات الحكايه حسب رايك لبنى هبطت لي تبول هبطت لي تبول جيت لاديسيون يا اخي مشى للتواليت جيت لاديسيون يا اخي مشى للتواليت كي يجي واحد هكايا يجي شوف لاديسيون جايه يعمل هكا يقول باش نمشي دقيقه للتواليت جيت لاديسيون سامحني سامحني بلي شنو رجال تونس كل يعملوا معناتها انتم مبني انت معناتها خرجت مره خلصت حاجه انت كيفاش عرفتي على رجال تونس كل سنه انت خرجت مع رجال تونس من فضلك انا ما نحبش بالله لحظه باش نتكلم ما نحبش شكون يستغل هذا المنبر ليسيء لرجال تونس لا مانيش نسيء لرجال تونس اما قلت تعملوا
الاطفال كلهم يمشوا للتواليت. سمعت الكل والله برشا يمشيوا هكاك في الطريق. لا لا مش معانا ما يصيروش معانا. فما رجال مالك تجبد فلوس باش تخلص يتغشش. والله يا نعيمه مره خلصت على القهوه كاملا. ليه؟ هاي الرجال ولا كوبلوات قاعده من غادي مرسعه من هنا واللي مهبط والمهبطه ساندويتش شاورما خلصت انا كل شيء. نوفل كل رجال تاع تونس خرجوا. سني صلح الجملة. لحظة سني لحظة قول مرة صارت عليا. لا وعمرها ما صارت عليا. انت عمرها ما صارت. قول لي شوف شيخ نتكلم. الرجال الكل مجد هما. شوف شوف فما خيتي قاعدة ماشية مع واحد تو تعس على الرجال شكون خلص. شوف شو عملها راه. لا ندرسي مرة في قهوة في اللاك خلص. تجي تدخل بلاصة البسنقودة. لا مش البسنقودة. خليها تتكلم عبد المتة لحظة. لبنى المتة بريء إلى أن تثبت إيديك. والله والله يا نوفل. تدخل بلاصة البسنقودة ما تشوفش كون فما. والله نوفل. والله مره لا ندلس يعملها خلص في قهوه في اللاك على الرجال كامله اعطاه شيك بدون رصيد. باهي سالي احكي لي احكي لي هي عملتها كمل هي عملتها زعما توا هي كي تدخل بلاصه تقعد مع عبد ما تقعد تغزل وكان هو الجنس الكل كي يدخلوا البلاصه ولا اي عبد كي يدخل يغزل سكي سباس اوتوغ وتشوف شكون فما شكون ما فماش. مانيش داخله سهريه لابسه ماسكش ما نشوفش اللي فما عباد يعملوا حتى صحابي يحكيوا لي اللي كي تدخل يمشيوا في سهريه فما برشا ولاد يحسبوا روحهم ماشيين للتواليت وقت اللي تجي لاجي خلوها تكمل مش الكل مش الكل واضح يا اخي بلاصه الكل في عباد يشوفها يخرج من خلفها يا ماما يا اخي بين عمرك وعمرنا فما عاد هذه قلة تحياة وقلة تربية وقلة تسكت هكا كلمة نقول لهم ميلة اليوم لكن ما عادش عينوا فيها جملة يا نوفل يا بنتي مش عنده مرأة ما نحكيش على مرأة وراجل كهو وين ما نحكيش على مرأة وراجل كهو نحكي على جروب مع بعضهم يبداو بنيت وأولاد كي يخرجوا برشا أولاد جازوا رواحهم ويخليوها في راس عبد ولا زوزة كهو يخلصوا ولا ديشو نحكي لكم فازة تقتل بالضحك صارت لي مرة في القهوة العالية نتاع سيدي بوسعيد مشينا وقتها جروب ايتوديونات نقراو مع بعضنا باهي صاحبنا مشى للتواليت في الاخر يا اخي مشينا خلصنا وعيطنا للسيرفر قلنا له احنا باش نخرجوا وانت كي يخرج صاحبنا من التواليت احسروا قل له راهو الكل هرب وما خلصوش افجعوا قعدنا نستناو فيه معناتها قدام القهوه فجعوا جاي يمشي معانا قعد ساكت طفل محموس في الاخر كي ركبنا معناتها وقتها في تي جي ام ظهر السيرفر عاود خلص عليه والله فجعوا كذا قالوا راه ما خلصوش عاود خلصوا طفل وخذي عليه السيرفر خلص مرتين ورجعتوا فقنا بيه واحنا في تجي ام اما طلعوا كيفاش وفات الحكايه هذه نتاع تاكم انتم ولا نتاع لا هذه آه جا خنفوس يطير يا اخي هرب وخليها بطلت منه الله على رجولي لا هذه ما عندها حتى علاقه بالرجولي ما عادش تحكي على رجولي اما انا مثلا نخاف ما كنخلي الخنفوس بالقرود نخاف منه يهرب جمله وحده مش نهرب انا مثلا نسكر الباب ونخليه وحده ونخرج ما نجا انا خنفوس بال مش نخاف ما نحملوش فما رجال لا شاد لي دوده المره اللي فاتت بيت قوم في قهوه لا مش نقوم في قهوه لا نقوم نعمل فيها شاد لي ضحك مره خاف من خنفوس مش مش لحظه قتلنا بالضحك مره شاد لي شاف خنفوس انت ما تخافش شنو تخاف من خنفوس هادي شاد لي مره بتعدى خنفوس كان جاي حبل راهو انت ما تخافش من الخنافس ماجد جمله والفيرين بالحق هي فيرين يقزوني مش خاف خبينا سير ما تخافش من الخنافس سير ما تخافش من الخنافس خير الخنافس ما يخافوش بها مكاكا كي باش توكلهولي الخنفوس ما ناكلش خنافس لا ما حطتوني بالحق نشوفوا سكيت سعيد الحب هذا ما يخافش من الخنافس اما يخاف من البنات تحيه لزين عبدي المستوري نور الدين اماني لبنى واروى يا عزيز تعزيز قلبي كل عيد حب وانت حيه بخير عجبتك البواطه فتق يا روحي اول مره تجي هوني انا اول مره تي مسقط راسي هوني انا امي ولدتني على البيست يا اخي فما طبه في البواطه ليه ولدها الدي جي والسهره كل فرحوا بيا رزق عليك ليه ردوا عليا روحي تمشيش على خاطر ده مشيت معك البواطه
وباش نعملو افتر ومن بعد باش نسكتك المراوغ تخلي فكره خايبه. عمري ماني خليك فكره خايبه خاطر شو البواطه ولا حاجه. انا نموت على الطفله السهاره يا روحي. في بالك انا وياك نعرسوا بنتنا شنو باش نسميها؟ امالا ليه جاك دانيال خاطر نحب الطفله السهاره. تعرف يا روحي حاجه تعرف يا روحي حاجة عزيزة برش على قلبي. وأنا جبت لك كادو يا روحي يفتق. جبت لك كادو يا روحي حاجة توقف المخ. يا ما تقوليش بارفان. بارفان يا أخي مازال تعبت تهدي بارفان. جبت لك كادو بلاصته مش عندي. بلاصته عندك حاجة غالية برشة بلاصتها بين صويبعك. يا روحي ما تقوليش خاتم. مش خاتم شليكة بصبع. شليكة نفدلك عليك يا روحي. قتلوا شليكة نفدلك عليك يا روحي. فدلك يا روحي. جبت لك يا روحي شوكولاتة خاطر كي نشوف الشوكولاتة نتفكرك. خاطرها بالبوفري وتفكرني في وجهك كله بالحبوب محفر تقول ترى المرصة. فدلك يا روحي فدلك يا روحي فدلك فدلك يا روحي. جبت لي انت كادو. جبت لك موس ماسك جديد. موس ماسك نوسمك شنو هو؟ نوسمك أح أح وبرة نوسمك أح شنية ذي نوسمك أح نوسمك ذي التقري فيها بالفيسبوك نوسمك أح يعيشك يا روحي اللي يحرمني منك نموت على نوسمك أح أعطيني نوسمك أح عيالي أح وبرة نورها معلم نورها تاخذ زوز الثالثة بليش زوز عليش زوز شوية فيها؟ ليه زوز خسارة ليا يا روحي أعطيها كعبة يز أعطيها كعبة يز لحظة استنى مني خلي تختار لحظة استنى أمي داخل هزوها السبيطار يا رسول الله لازمني نمشي لازمني نمشي سامحني يا أح أما لازمني نخليك لازم برا يا عندي برا على روح برا على روح برا على روح أمي مرحبا بكم جميعا. مرحبا بكم في ندوة شعرية بمناسبة عيد الحب. سوف ألقي عليكم قصيدة شعرية تحت عنوان الحب في براثين الخيال. حبيبي حبيبي اللي عايش في قلبي حبيبي اللي عايش في قلبي حبي ليك حب سمين. انت عسل انت سكر لذا ابعد عليا لنولي نزرق لنسولين. توحشتك توحشتك عمري وما قدرتش نطلبك لأنك أنت نسيت ما صبيت ليش لايت ألفين. وتو لندرا بش تجي تخطب ولا نهبت عليك بكفين صرفاقين. يا روحي هذوك يدين ولا ترفطاجين. كل عيد حب وانت حية بخير يا حبيبة قلبي يا حب حياتي. شكرا أروحي. شكرا. تعرف اللي انت زدا حبيبي وقلبي وانت حب فؤادي 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 عالصعيدي وابن اخوه البورسعيدي والشباب الاسكندارة ليالي لمدليقة صح. روحي انت يلزمني نهذب لك ذوقك شوية اما مش مشكل في بالك في بالك اللي ناكي راك نولي نرعشك وندخل بعضي خاطرني انا عايشه على همسات قلبك. انت عايشه على الرشته تقرعتيها تو في خشمي. صلي على النبي صلي على النبي عزيز صلي على النبي عزيز. قولي ليش نحبك؟ ليش نحبني؟ خاطر انت نحسك ماكش كيفهم، نحسك منفرد عليهم روحي، نحسك ماكش كيفهم روحي نحسك هيك كيف اللي انت انا مانيش كيفهم، انا تعلمت الثقافة على خاطرك وليت مثقف. وليت مثقف عجالي؟ احنا عيلة مهبولة بالثقافة، بابا تلمو مثقف في الصيف يعوم مرسيز وكشكول في البحر. لا لا والله لا. نحبوا الثقافة على الاخر، كتبت قصيدة على خاطرك يا روحي. سمعني. اسمع القصيدة. اجلنا. اسمع القصيدة. تفضل. اهداء إلى حبيبة قلبي سنيك 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 تقول منشار
نستنيك تقول منشار شعرك يابس حجر ما يحركوش اعصار وذنيك واقفه تقول رادار خشمك طوله ثلاث امتار يا بهيمه يا وجه الفار عاود هيلي امال القصيده لا وجه الفار يا وجه الفار يا وجه الفار يا وجه الفار تعرف يا روحي انا بمناسبه عيد الحب جبت لك كادو ممتاز ياسر ما اهداه عنتر لعبلة ما اهداه قيس لنورة لا راهو قيس حب ليلى رد بالك لا ما هو قيس محب ليلى اما مصاحب عليها نورة خاطر ليلى ما تخرجش تسهر ونورة عندها كجو امي راني ماشي ريبس في التكنيك وتخرج تسهر معها في قمر موضوع طويل ياسر في الاخر يا روحي جبت لك شوكولاتة شوكولاتة قدك طلعت رومانسي وبتجيب لك اللي نعشق الشوكولاته مع فنجالي قهوه صباحيه تحت رنين العصافير ورنين رنينك انت نعرف يا حبي ونا زاده جبت لك كادو قل لي غمض عينيك غمض عينيك حل عينيك جبت لك تليفون تعرف شنو التليفون شنو التليفون سامسونج بفنسي بليز بليس يا لعنو يخزيه هات التليفون ربي خليك لي يا روحي ولا يحرمني منك يا حب حياتي نورها معلم تاخو زوز والثالثة بليش ما نحبوش أختي عاوني خوذك عيبة راني مصولح وندعي عليك دعوة خير تستجيب بالوقت سمعني دعوة خير برا ربي بارك لك ويبعد عليك ولاد الحرام اي 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 سمعني معلم معش ندعي معلم اعطيه 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 لحظة خيك زاوية مش فهمنا مات ما صدقش ما صدقش ما صدقش ما صدقش امي داخل هزها للسبيطار لازمني نمشي يا روحي سامحني على روحك انا هون سامحني يا روحي لازمني نمشي الوداع الى اللقاء الوداع الى اللقاء في مكان الاخر ان شاء الله تمشيك في شر نيكول نطلع عليها سامحني يا روحي وشكرا على البليس سامحني يا روحي ان شاء الله امه لاباس وتعمل العمليه وتنداس الله يا ربي حبيب قلب الله يفضل امه ويخليها لها ونطور عليها السو الله 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 يا حبي من لم يسكن عندك ولا من لم يسكن عندك عايش صحوب يا روحي كون فينو شويه راني حبيبك انا نحب الطفله الفينو شويه شنو هي الصحوبه هذيا كم يعدي لي زوج صواقر لي جير يا روحي شنو الصحوبه هذيا عرفني رويقه هذا ما نحبوش برجوليه نتاع البنيات خليني نعيش كيما انا تي بقى شويه قدا وليت تهز حديد انت تو 90 كيلو 90 كيلو معناتها ليله الدخله تهزني انت تدخل بيا ضامر صلي على النبي يا روحي صلي على النبي يا روحي يا روح بجاه ربي قل لي انت راك فتاه احلامي انا حيدي كل نحلم ناخذ واحده مسكليه كيفك انا رجل احلامك انت ديجا ماكش راجل شنو هي يعني ماكش راجل احلامي برجلي يزمك تترانا باش نبداو فرد موجه يا بنتي راني متراني انا مسكليه على الاخر غير لبس الواسع ما نحبش نوري كان نوريك يدي مدوخي يدك مسكله في لا فيها بلاصه تلقيح قدك تقول حفره اقسم بالله نهبلك بالميوسكي روحي لا 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 ايش فيها بنتي احنا عيله سبورتيف على الاخر كلنا تعرفي بابا في الليل يرقد باش يتغطى باش بالشبكه نتاع استاد المنزل ما يحب السبور وتعرف البرنامج المفضل نتاع بابا شنو هو لحد الرياض لا العياده التلفزيونيه خاطر عنده السكر يعطيوها كالرجله كيفاش يعمل حاسس الموضوع ما عليناش فيه هذا يا عزيز قلبي هات نهز معاك خليني وحدي هنهز معاك خليني وحدي هنهز معاك خليني وحدي ربي معاك يا روحي اغزر لي تعرف انت شني جبت لك انا في عيد الحب كادو جبت لي جبت لك حاجه انت خد تحرق ياسر كالوري وتترينا ياسر وتتعب ياسر جبت لك حاجه تعوض لك الكالوريه ديك تضيعها الكل 10 كيلو سكالوب 10 كيلو سكالوب نمن بالفيدير 150 غرام مرقاز من تولد بنت تبي تاكل 10 كيلو سكالوب يا زيستي جبت لك صباع شوكولاته وان شاء الله انت ترجع لي نفس الشيء رجع لك صباع شوكولاته لا صباع ابو 10 المرجي كي نعمل كاكا مع شرخ لا تخطف ما عادش الرخ يا بنتي يا اخي صلي على النبي على كل حال انا بدي جبت لك كادو برجولي غامض عيني ها غزيت غام ها يغام ها موسمس يخليك ليا يا روحي ولا يحرمني منك ما عليك يا روحي ورا مالا
نورها كالعادة تاخذ زوز والثالثة بلاش برا روح طبعت لي في الباص كله تقول الريزوم تاع التليفون برا مشي روح بعدنا معاك تشبيك تشبيك بعدنا وين نامز حكاية طويلة حكاية طويلة سيب عليك مشموم مشموم شبيك شبيك شكون 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 داخل وباش يهزها للسبيطار اوه اوه شكون هذوما شكون هذوما شكون هذوما شكون انا انت ايوه حب حياتك شكون حب حياتك شكون حب حياتك انا انت حب حياتي شبيك هات التليفون هات سيل بفندت هات هاو فيس شدي سيل بفندت هاتك الأحي شدي لبن جدائتي عندي ظهر أح عاد من غير ما تقولنا متأكدي لا سمعني بربي صارت غلطة عطيني الأح هات لي شنا أنت خذ هات لي خذ أنت هذيك وأنت هذيك سمحني هذي تزيد دورة نور تزيد مع عنده مرأة كبيرة مش مشكلة يا عزيزتي مش مشكلة يعني تزكم فيا والله لا ما قلت ما تزكم فيا ما قلت ما تزكم فيا يا بنتي لحظة ما تزكم فيا لا انت لك حب حياتي ودي حب حياتي ودي حب حياتي انت دمرت لي حياتي Close your eyes You مرحبا 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 هذه اضحك معنا على قناة التاسعة قاعدين نحتفلوا نحتفلوا معناتها نحكيوا برشا على الحب عملنا تاع عيد الحب باش نحكيوا برشا على الحب وعندنا ملاك الحب الطاهر ملاك الحب الطاهر طاهر طاهر سي بون طاحت طاحت وخليها طايحة قدر الله ما شاء فعل طاحت بلدان مش نطيح الشجرة مش مشكلة مالك جايب أنا جايب القليل من رسائل الحب واعترافات الحب للكرونيكوريتك الله ننطلق مع الرسالة الأولى إلى الجميلة الرقيقة لبنى زديري أريد أن أنتقل بجانبها أنا قادم إيش مخبيلي يا زين الرسالة الأولى من فتح مهبول ميكانيكي كونيكتي ويشتح تكتونيك للجميلة الرقيقة والجذابة فم لفابو لبنى زديري يقول فتحي يا لبنى راني نحبك برشا ونموت عليك ومبيت في الليل نخمم فيك لبنى راك تلمو رجلة عادي تسمع من راجلك كلمة نحبك يا خويا انا نحبك ياسر وحبيت نستعرف لك بحبي اليوم وبعث لك هدية يا لبنى فتحي بعث لك يا لبنى جيلات مش تحجم بهاش لاغمك تفضل عندك شوية هون عندك انا معاه نعملوا تحدي شوف شكون يحاجم بهاش لاغمك مقبل انا ولا لبنى نواصل مع الرسالة الثانية اللي جينا لخونا صادق حلواس من عند فريدة أخت نهبيل مهبولة بي ام دبل في تبعث رسالة لصادق تقول له يا صادق راك كثرت من العسل ومن السكر ومن البقلاوة أعمل ريجيم وضعف خير لك شو تفلق علينا وتقدم تحية لخوها نبيل ربي يخلص واحد ومازال 27 سنة ويروح تفضل شو اسمها هي نبيلة فريدة أخت نبيل مهبولة بي ام دبل في والرسالة الأخيرة وتخلي كل شيء على روح شكرا لا هي مهبولة كهو ما عنديش الرسالة الأخيرة تأتينا من فرانسوار ويال من الكاميرون يبعث رسالة للشادي العرفاوي عنده جمهور كبير في الكاميرون فوالا يحبوه في الكاميرون شادي تصفيق على الشادي على الكاميرون واو الرسالة تقول عمي شادي بابا نجيدة بعثيني بابا نجيدة فرانسوار ويال أحول أنت كنت نقول في اسمه طب ما هو ذاك الكنية بتاعه وبابا نجيدة من نيجيريا المفيد نرجع أطلع من جوال البروسيس نرجع للرسالة تقول هي شعر Il est éléphant, il est gentil, je l'aime beaucoup, Shadley. Il danse, il sourit, il n'est pas normal, il n'est pas normal, il n'est pas normal. Il est un éléphant en Seychelles. Merci. Merci, Malik El Hab. C'est très gentil. ليكس ليكس نتاع صادق وليكس نتاع منال عمارة ما في بالهمش ما في بالهمش ليكس نتاع منال عمارة اي سور ليكس نتاع صادق اما سافي لونتون مش برشا مش عمناول ولا اي فوالا يلا اضحك معنا بعد الفاصل